طيب السعدات لنهائي كاس مصر في السعوديه بين الزمالك والاهلي، في سعدات خاصه؟ فندم. الاستعدادات لمباراه الزمالك والاهلي في نهائي كاس مصر في لا السعوديه. انا في نفس اللي حضرتك عارف، يوم 8 والشركه الراعيه والمنظمين بالسعوديه الحمله عاملين احتفال كبير قوي للمباراه، ده اول كاس يطلع خارج مصر، فبالتالي وفي احتفاليه موسم الرياض، ففي يعني حاجه كبيره ان شاء الله تتعمل في المباراه. المفروض ان الفرق والناديين هيروح قبل بخمس ايام، كل الترتيبات طبعا موجوده هناك على اعلى مستوى. المباراه في حاله التعادل بيبقى في وقت اضافي وبعد كده ضربات ترجيح، انما بقيه الامور العاديه. كانت المباراه كان معاده المفروض يوم 13 على ان هي داخل مصر، وبعد كده لما اتعملت يوم 8 فبالتالي عدلنا بعض المباريات وطلعنا امبارح الجدول بكامل الترتيبات وكل الايفنتات اللي عندنا حتى شهر 7 ان شاء الله. ونسيب 4 جولات بس يا كابتن محمد علشان في الاخر حضرتك عارف في انديه الهبوط بتلعب في ملاعب واحده، والهبوط كمان وفي الهبوط وفي وفي البطوله المقدمة. مربع، فبالتالي بنشوف مين اللي اهم في الاهم في المباريات عشان مين يلعب في يوم واحد، لان عندنا 4 بيلعبوا في استاد القاهره، 4 انديه بيلعبوا في استاد القاهره، 2 في استاد اسكندريه و2 في برج العرب.